السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة النهار، برنامج طالع هابط مع عمر دراجي الشيخ النووي. اليوم رانا في 2022، بعد ساعات ان شاء الله عام 2023 ان شاء الله يكون عام خير، ان شاء الله عام 2023 يكون سنة تاع اعمال ماشي تاع اقوال، ماشي سنة تاع شعارات، سنة تاع ميدان تاع العمل الميداني. ان شاء الله متفائلين خير ان شاء الله يا ربي. ميزانية 2023 إن شاء الله نشوفوها في الميدان، خاصة في المناطق المعزولة المترامية الأطراف. المسؤولية لازم يتحملها الجميع، خاصة النخب والمنتخبين. اللي باغي يخدم ينوض يخدم، يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح، الله يسهل عليه. مصيرنا مشترك، أهدافنا مشتركة، إن شاء الله عام 2023 نغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لأنه المصلحة الخاصة ما تكونش المصلحة الخاصة إذا ما كانتش كاينة مصلحة عامة. بلادنا الله يحفظها، الله يأمنها، الله يجعل عين الله ترعانا وترعاها إن شاء الله. ويحفظ أولادنا ويحفظ رئيسنا. أنا واحد من الناس اللي نأمن بالتغيير، نأمن بالجزائر الجديدة، لأنه الشيء المسناه في الميدان خاصة في الولايات والمدن الداخلية، لأنه المواطن اللي عايش في الشمال خاصة المدن الجزائر العاصمة مثلا قسنطينة سطيف وهران تلمسان بالعباس ما يحسش بالجزائر الجديدة أو ما يحسش بالتغيير، لأنه بارابور المواطن اللي عايش في المدن الداخلية كاين فوارق في النمط المعيشي ولا المستوى المعيشي. المواطن اللي عايش في الجزائر العميقه او في المدن الداخليه عايش لا ميزير، عايش لا سوفرونس، عايش المعاناه، وهذه المعاناه ولا ميزير هذه تراكمات ماشي تاع اليوم، ما نقدرش نحملوها لشخص، هي تراكمات ومسؤوليه تاع سياسات. اليوم لازم نامنوا وتكون عندنا ثقه في نفوسنا وثقه في حكامنا وثقه في بلادنا. لازم نأمنوا بالجزائر الجديدة، وحنا اللي نصنعوا الجزائر الجديدة. المصير مصير مشترك، مصير مستقبل أبنائنا، كما خلاو لنا جدودنا وضحاوا من أجلنا، اليوم حنا لازم نضحيوا. وطالع هابط مع الشيخ النووي في قناة النهار، نقولوا للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، واللي يخدم خدمة زينة بالخضراء نقولوا راك طالع ونطلعوك، واللي يخدم خدمة شينا بالحمراء نهبطوه. كل عام وانتم بخير.